يعني بداية طبعا اللي ناس كتير ما تعرفوش، انا ابني من ابناء نادي الزمالك، اتربيت في اسوان نادي الزمالك، يمكن كنت قاعد جوه مدرجات نادي الزمالك في مرحلة الناشئين، تدربت في ناشئين نادي الزمالك لحد ما وصلت مع الفريق الاول. الحمد لله ربنا اكرمني مع الفريق الاول ب 14 بطولة داخل اسوان نادي الزمالك. من خلال نادي الزمالك احترفت في بلجيكا، ورجعت لما رجعت ساعتها على نادي الزمالك. يمكن لما احترفت في بلجيكا اعلى عائد وصل لنادي الزمالك كان 1,200,000 دولار، والمفروض كان ليا فيهم 30%، نزلت عنهم كلهم لنادي الزمالك وقلت مش مشكله ان ناخدهم خالص. نادي الزمالك ده بيتي، نادي الزمالك اللي اتربيت جوه اسواره. لما نادي الزمالك يحتاجنا لازم نلبي ليه طلب، وانا اتشرف ان انا اكون موجود في جهاز كابتن حسام حسن. اتمنى ان شاء الله ان نكون اضافه باذن الله في الفتره اللي جايه مع مجموعه اللعيبه اللي سياده المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره قدروا نجحوا ان هم يتعاقدوا معاهم. نتمنى ان شاء الله نكون اضافه للنادي، ونفرح جماهير نادي الزمالك ونرجع البطولات مره ثانيه ان شاء الله. اتمنى ان جمهور نادي الزمالك يتقبلني جوه بيتي اللي رجعت له مره ثانيه. بشكر جدا مجلس اداره نادي الزمالك بقياده الاستاذ المستشار مرتضى منصور على دخول النادي مره ثانيه. اتمنى باذن الله مع كابتن حسام حسن ومع الجهاز كله ان احنا نعمل حاجه نادي الزمالك ونحقق بطولات مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. واي واحد زعلان مني علشان انا يمكن رحت لعبت في النادي الاهلي، احنا كنا في عصر احتراف والظروف كلها كانت صعبه جدا في الوقت دوت. لما رحت النادي المدير الفني كجوده كان متواجد، وما كانش عاوزني اكون متواجد داخل اسوان نادي الزمالك، وما كانش قدامي حل غير ان انا اروح النادي الاهلي. لكن في النهايه عمري ما طلعت قلت اي تصريح ضد نادي الزمالك، عمري ما قلت اي كلمه غلط على نادي الزمالك. ده بيتي وهيفضل بيتي سواء اشتغلت فيه او ما اشتغلتش. انا بحب نادي الزمالك، بحب جمهور نادي الزمالك، بحترم جدا جمهور نادي الزمالك وبقدره، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون اضافه لفرح جمهور نادي الزمالك الفتره الجايه ان شاء الله. المعترض عليا ان اكون متواجد جوه نادي الزمالك، احب اعرف الناس ديت ان انا ابن من ابناء نادي الزمالك، اتربيت جوه اسوار نادي الزمالك، لعبت مع نادي الزمالك في الفريق الاول حوالي 12 سنه، جبت فيهم 14 بطوله بفضل الله، قدرت الحمد لله في نادي الزمالك ان احنا نحقق بطولات يمكن ما اتحققتش من فتره طويله جدا. انا متربي في ناشئين نادي الزمالك، لازم اوصل رساله لكل الناس ان نادي الزمالك ليه فضل كبير جدا عليا. والفتره اللي انا اتنقلت فيها للنادي الاهلي كان المدير الفني نفسه مش محتاجني وما كانوش عايزين يجددوا لي في النادي، فبالفعل في الوقت دوت اتنقلت للنادي الاهلي. اما اي تصريح ليا غير منسوب ليا على الاطلاق ان انا غلطت في نادي الزمالك، ما قلتش كلمه غلط على نادي الزمالك. نادي الزمالك بحترمه جدا وبقدره جدا، ليه فضل كبير جدا عليا وهو الفضل الاول والاخير ليا، بحترم جدا جمهور نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ان احنا نعمل حاجه لنادي الزمالك. بشكر جدا سياده المستشار مرتضى منصور.